مرحبا بكم من جديد. ماضي ساعة وتسعة دقائق على كابا فيم. تخلينا نرجع نحكيه شوية على عملية التعداد الوطني للسكان والسكنة وين وصلت بالضبط. كذلك نحكيه زيدة برشا منكم قالوا هل البيانات متاعنا والمعطيات الشخصية متاعنا فيها حماية وإلا لا. أكثر تفاصيل سعيدة جدا باستقبالها المديرة المركزية للإحصائيات الجهوية بمعهد الإحصاء. مرحبا. مرحبا بك مدام. شكرا شكرا لك بالمثل على قبولك دعوتنا مدام سميرة. إذا خلينا نكتشفوا معاك وين وصلت عملية التعداد الوطني للسكان والسكنة. كذلك من بعد في الجزء الثاني نحكيه على سرية البيانات وحماية المعطيات الشخصية. لك الكلمة تفضلي. بالنسبة لنحو تقدم الأشغال يعني سجلنا إلى موفى يوم أمس حوالي 20% من إجمالي الأسر اللي معنية 20% معطيات. أيوة. وحوالي 657 ألف أسرة استجابت للأعوان بتاعنا. هذا نعتبروها احنا إنجاز كبير خاصة فاق كل توقعات. واحنا ديما كنا عندنا متخوف من الأول أن العائلات ما تستجيبش. في الأمر لقينا فما معناتها استجابه تامه من كافه شرائح المجتمع. يعني خلينا نقول مدام سميره سامحني باش نسالك ما فماش رفض من قبل المواطنين يقول لك ليه ما تسالنيش ما نحبش نقول حاجه كيما هكا؟ ما فماش رفض؟ احنا ما نقولوش رفض. احنا من ناحيه التقنيه يعني والاحصائيه ما نحكيوش على رفض. ديما عندنا مواعيد. وحتى معناتها التطبيق المعلوماتيه اللي تم تطويرها على مستوى اللوحات الرقميه تعطي اليد للاعوان نتاعنا انه يقومون ببرمجه اكثر من حتى من 5 مواعيد. دونك احنا في الوقت الحاضر ما نجموش حتى من ناحيه التقنيه على مستوى العالمي وتوصيات معناتها منظمه الامم المتحده تقول لك ما تحكي على رفض كان بعد يوفى عمليه تجميع المعطيات. من ناحيه التقنيه ما فماش. وبالنسبه للاشخاص اللي الله غالب معناتها ما عندهمش وقت ولا ما استجابوا وش أيا كانت الأسباب احنا ديما نحطوهم موعد. ديما بالنسبة لي احنا في التطبيق هذاك موعد والأعوان نتاعنا يعطيهم الصحة يعني شكرا لهم الأمور هذه وهما ديما باتصال مع الأسر. يعطيهم ألف ألف صحة. طبعا جنود الخفاء بربي اللي يسمعوا فينا الكل وإلا زادة اللي يشاهدوا فينا ماذا بينا يصير تجاوب مع اللي يخدموا بالحق ناس قاعدة تخدم في الميدان قاعدة ماذا بها المعلومة توصل كما هي. وتهنيوا بالنسبة للمعطيات الشخصية والبيانات نتاعكم هي باش تفسر لكم مدام سميرة كيفاش تصير الحماية نتاعهم باش تزيدوا تطمنوا أكثر. تفضل مدام. أنا تتأكد على كلامك مدام اللي ما فما حتى إشكال ولا خوف من تسريب للمعطيات اللي تم تجميعها على مستوى اللوحة الرقمية. يعني منظومة كلها متكاملة، منظومة كلها يعني تم فيها يعني تطوير منظومة كاملة للسلامة. كذلك عندنا في الوقت الحاضر عملية تدقيق للسلامة المعلوماتية المنظومة التعدين العام للسكان والسكنة. وحتى المتخوفين يقول لك حتى بركش العون هو اللي يسرب. لا نريد نأكد راهو العون ما عندوش اليد ما عندوش هنا بالمان كما يقولوا انه باش المعطيات هذيك يبعثها ولا يستعملها الاغراض اخرى وكذا وكذا. خاطر حتى على مستوى التابلت يعني اللوحة الرقمية. ما يستطيع يعمل حتى شيء العون. هو بده ما يتحكمش فيه. يعني حتى الابليكاسيون هي انستالي انديريكتومون من ليكيب نتاعنا ليكيب انفورماتيك نتاعنا. هو جوست يحل يجمع المعطيات ويبعث المعطيات يعني إلى طالما ولا فورماتيك تقعد يعني تحت إشراف ليكيب انفورماتيك في المعهد الوطني للإحصاء. أيوة حاجة ممتازة جدا. أقل من ناحية حماية سرية البيانات وحماية المعلومات الشخصية بس كل ما تكون متهنية. احنا حتى من ناحية القانونية مطالبين بتطبيق القانون عدد 32 لسنة 1999 اللي هو الخاص بمنظومة الإحصائية واللي احنا مطالبين بسرية البيانات اللي تم تجميعها. دونك هذه من ناحية هذه ما يخافوش حتى من ناحية التقنية يعني صدقش حتى إشكال. وحتى اخيرا تم يعني تركيز لجنه وطنيه على مستوى عالي جدا فيها كل الهياكل المعنيه بالسلامه المعلوماتيه وكل الوزارات. وبالرغم من ذلك ناكدوا حتى من ناحيه تقنيه اللي كل شيء معناتها ماشي بالبدايه وما فماش حتى هذا المطلوب. ونطمنوا معناتها المواطنين والاسر انه ما فماش اشكال ما يخافش انه معلوماته باش تخرج. وماذا بهم الناس الكل يعني تتعاون معانا تعاون الاعوان نتاعنا. احنا عندنا اعوان تخرج من 6 نتاع الصباح راه تبدا تخدم ربي يكون فيهم حتى 8 9 نتاع الليل. لازمهم يتجاوبوا معاهم يسهلوا لهم العمليه نتاعهم. هذا وهذا يراه مشروع وطني والناس الكل لازمها تكون متفاهمه اللي لازمنا الناس الكل نشاركوا فيه.
وهذا ماهوش مشروع الدولة برك، وهذا مشروع المجتمع بكله. فوالا. يعطيك الصحة يا مدام، شكرا لك اللي وصلت لنا المعلومة، مشكورة جدا مدام سميرة المديرة المركزية للإحصائيات الجهوية بمعهد الإحصاء. عرفنا معها وين وصلت الأشغال، عرفنا معها وين وصلت عملية التعداد الوطني للسكان والسكنة، وكما قلت لكم بربي ماذا بينا شوية تجاوب مع جنود الخفاء اللي قاعدين موجودين تقريبا على امتداد يوم كامل، إن شاء الله ربي يكون في عونهم. هذا اللي عرفناه جديد بما يخص معهد الإحصاء. شوية آخر باش نحكي وصحة، شوية آخر نحكي على مرض السكري، عافانا وعافاكم الله، مع دكتورة آية الصافي طبيبة مختصة في السكري والتغذية وأمراض التغذية كذلك، باش نعرفوا معها بشكل عام خلينا نقولوا مرض السكري شنو الأعراض متاعه، الأسباب، المخاطر وطرق الوقاية. خليكم في الاستماع.